عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير، وكل شيء يكون بصحة جيدة كيف العادة وكيف ما ديما. مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع. أول حاجة غنبدأ بها الحلقة وأول جملة هي كل الدعم للصحافي حميد المهداوي في المحنة اللي كيدوز منها دابا. كل شيء عارف باللي وهبي دابا ولا مقابل غير الشكايات من بعد ما دار شكاية برضا الطوجني وتعتقل وخرج بعفو ملكي. دابا عاوتاني ها هو بانت ليه في حميد المهداوي. ما فهمتش انا هاد وهبي شنو كيقول مع راسه، كيقول واقيلا انا غادي لا خير نديرو. واش وهبي ناسي باللي التاريخ كيسجل وغادي يجي واحد النهار وما غاديش تبقى في داك المنصب، وغايجي واحد النهار وغتلاقى مع الناس في الشارع وغايقولوا لك اشنو داك الشيء اللي كنتي كدير ملي كنتي وزير ديال العدل. حاجه اللي ضراني في خاطري انا داخل قبة البرلمان كيهضروا على تشديد العقوبات وعلى فلوس اليوتيوب، ووهبي كيمعني على المهداوي بحرا حفظتو هاد السينتة ديال فلوس اليوتيوب. حرية التعبير ما عمر كانت وسيلة سلبية، حرية التعبير كانت دائما وسيلة إيجابية لتطوير الحياة المجتمعية، ماشي هي نبقى نسب في الناس ونصفهم وفي الآخر بحيط عيط له تقول لها هادشي كتبتي توا دور معايا. كاين اللي قابل غير هادشي واللي دار لي اليوتيوب وتيهضر كيما بغا ويقول اللي بغا. انا اللي حد علمي واللي عارف نهار اللي تبنى داك البرلمان ما تبناش باش يتناقش فيه حميد المهداوي ولا غيره ولا يتناقشوا فيه ارباح اليوتيوب. البرلمان تبنى باش يتناقشوا فيه الثروات ديال البلاد، دار باش يتناقشوا فيه الفلوس اللي كتهرب برا المغرب. رساله لكاع البرلمانيين اللي داخل داك قبه البرلمان، راك نتوما كتخلصوا واخدين كلشي فابور واخدين امتيازات باش تناقشوا داخل قبه البرلمان المشاكل ديال البلاد، ماشي المهداوي. فهمتيني راه كاين اللي في المغرب ما كيعرفش كاع المهداوي، باغي غير شي حاجه اللي تنقضوا من الوضع اللي فيه ناقشوها تما. انا كنعرف المحكمه فين خصو يتناقش مشكله المهداوي ماشي في البرلمان. البرلمان ما دارش باش ندخلوا ليه ونبقاو نلوحوا الهضره لبعضياتنا ونقطروا الشمع على وحدين اخرين. هذاك راه برلمان خصو يكون يمثل الامه ماشي حمام باش غادي نبقاو نترادوا ونضربوا المعاني لبعضياتنا. ها نتوما سمعتوا كلشي بودنيكم، الى دول واحده اخرى نجحوا وحنا ما نجحناش حيت حنا مخليين المشاكل الحقيقيه ما كنهضروش عليهم وباركين شادين غير في الخوى الخاوي. وماشي بعيد يجي واحد النهار تبقى تسمع داخل قبه البرلمان كيتناقش داكشي اللي كيقول مونينيكس واللي كيقول ولد الشينويه ونزار. ماشي بعيد، كلشي قريب. وهبي نصحك حاول تراجع راسك شي شويه، راك كنتي راس ورديتي راسك دابا رجلين. هذوك اللي كيفتيو عليك الراي هادوك راه باغين فيك الخدمه، كيهرسوك غير بالفن. انت راه ماشي قصتي غير المهداوي والطوجني ملي مشيتي درتي شكايه بهم، راه قصتي حريه الراي في المغرب. انت ماشي كتضر غير راسك بوحديتك، دابا انت كتضر صوره ديال المغرب الحقوقيه. واش عمركم شفتوا العدو في العالم وزير ديال العدل داعي مواطن ولا داعي صحافي؟ راه ما كاين حتى في شي بلاد هاد الحماق. هادشي راه كنشوفو عندكم نتوما وصافي. وهبي راه حنا اللي خصنا نمشيو نرفعوا بك شكايه على بزاف ديال الحوايج قلتيهم ودرتيهم، ماشي غير انت اللي خصك تحاسب في هاد البلاد وتعاقب. بزاف ديال المسؤولين خصهم العقاب والحساب وخصهم من اين لك هذا، وسطروا ليا على هادي ديال من اين لك هذا. اما المهداوي اللي انت شاكي به حنا عارفين انت غير باين في الواجهه وموراك بزاف باغ الخدمه في المهداوي. غادي نبقى نقولها ونعاودها لكم، راه ماشي المهداوي اللي خصو يتحاكم، هذاك في الاول والاخر كيدير على خدمته. راه انت وهبي واللي معاك اللي خصهم يتحاكموا، اللي ما كديروش خدمتكم، خدمه اللي مطلوبه منكم ما كديروهاش. ما فهمتش انا في هاد البلاد واش باغين يخيطوا البنادم فمو ما بقاش يهضر؟ جيبوا براو مخيطوا بقاو تخيطوا البنادم فمو باش ما يهضرش. راه حنا كنتسناو منكم ترخيو دوك الناس اللي في السجون. ايه هادوك اللي داخل السجون بغيناكم تطلقوا سراحهم، ماشي نتوما باقين باغين تجبدوا مع بنادم لاستيك، باقين باغين ترجعونا لسنوات ديال الرصاص. باغينا نبداو واقيلا من الاول عاوتاني، نبداو المحاجيه من الاول. ونعلو الشيطان شويه وعيقو وفيقو، راه هادشي ديالكم راه بدا كيعطي الريحه. في العوض ما تبقاو تابعين بنادم في صحته وتشوفوا هذا شنو قال وهذا شنو ما قالش وتبقاو تاولوا في الهضره، سيروا قلبوا على حلول باش تنهضوا بهاد البلاد وتزيدوا بها للقدام وتخرجونا من المستنقع. ومسؤولين ديال العار ومسؤولين ديال الله يحسن العوان، حنا ولينا نحشموا نهضروا عليكم وانتوما باقين ما بغيتوش تعيقوا وتحشموا شويه. دابا نخليو هذا الموضوع ديال المهداوي وهبي جانبا ونمشيو نهضروا على المشاكل الحقيقيه ديال المغرب اللي خصها تناقش. نرجعوا عاوتاني من جديد للدعم النقدي اللي عطات حكومه اخ النوش. كاين اللي كيشوف كتبان له حكومه اخ النوش كتعطي واحد الدعم نقدي للاسر اللي ما فحالاش، كيقول هاد الناس عندهم نيه باش يحاربوا الفقر من المغرب
حنا ما عارفينش لحد الان واش هاد الناس كيحاربوا الفقر ولا باغيين يزيدوا من عدد الفقراء في المغرب. عرفتي اول مشكل في كاينه؟ كاينه في القيمه ديال الفلوس اللي كيعطيو. 500 درهم راه ما توصلش بنادم حتى لخط عتبه الفقر. 500 درهم شنو غدير لبنادم في هاد الزمان هذا؟ والو. عاد فلوس الدعم ما كيستافدش منها كلشي، ما كيستافدوش منها جميع الفقراء اللي كاينه في المغرب. غادي تلقى 1% ولا ما واصلاش اللي كياخذوا الدعم النقدي. عاد زيد كيف سبق لي قلت لكم الدعم اللي ما كيتعطاش بدراسه، الدعم اللي كيتعطى بدون دراسه وبحث ميداني راه بحال اللي كيخوي بنادم الماء في الرمله. وحاجه اللي ما نساوهاش، تعطلنا بزاف، تاخرنا بزاف في هادشي ديال اعطاء الدعم النقدي. دول فقر منا سبقونا لهادشي ديال الدعم بسنوات. هاد الدول كيستافدوا عندهم اكثر من ربع ديال الشعب ودايرين ثمن معقول اللي كياخذوه الاسر. خلينا من 500 درهم. انا اللي كيقشني وديما كتلقاني كنفكر فيه هادوك الناس اللي كبار في الجبال اللي ما عندهم لا معيل لا والو. هادوك كيفاش غادي نفرضوا عليهم حنا يمشيو يعمروا الاستماره والوثائق ويمشيو للسيبيري يتقيدوا؟ هذاك المقدم ولا الشيخ ديال ديك البلاصه شنو خدمته؟ خدمته غيوصل الهضره بحال هادشي ما يوصلوش. انا نحلف لكم عليها، ناس في المغرب ما عارفينش واش كاين الدعم ولا ما كايناش. كاين ناس في المغرب ما عارفينش واش كاين الدعم ولا ما كايناش. كاين ناس عندهم املاك، ياك عندهم املاك وكيستافدوا من الدعم رغم قلت قيمه هذا الدعم، مع ذلك بنادم ملهوط كيتسابق مع اللي ما عندوش على داك الدعم. الدول اللي كتفهم واللي كتعرف ما كيديروش غير الدعم النقدي وكيربعوا يديهم ويرجعوا للور. الدعم النقدي في الغالب كيكون غير جزء من البرنامج التنموي. البرنامج كيكون كبير، فيه التعليم، فيه الصحة، برنامج كيكون كيحتوي على سياسة اقتصادية وتنموية حقيقية اللي كترفع من شأن وقيمة المواطن. أما تعطي البنادم غير الفلوس، فلوسكم خليوها عندكم بركة من القوالب. الدولة خصها تقلب على حلول حقيقية اللي تعاون بها الأسر الفقيرة. إلا بغيتوا تعاونوا الناس ديال بصح راكم عارفين شنو هي أول حاجة خصكم تديروا. خصكم تديروا لوليداتهم تعليم في المستوى، يكون تعليم مناسب لسوق العمل. خاص عاوتاني سياسه اقتصاديه اللي تحمي البلاد من التضخم، حيت بنادم مل من ديك القضيه ديال ها هو كيتخلص مزيان وخلصته ما جايبه له والو في السوق. مشكله المسؤول المغربي ما كيبحثش وكيقلب، ما كيمشيش يسول على راسه ويمشي يستافد من تجارب بلدان واحدة اخرى. اللي كيعرفوا يديروا هما هي اللي قلقهم كيمشيو يحطوا به شكايه، كتبان لهم المحكمه قريبه. سيروا سقسيوا الخبراء والعلماء ديال الاقتصاد في هادشي ديال الدعم النقدي المباشر. شي الخبراء والعلماء ديال الاقتصاد بالاجماع كيقولوا عمر شي دوله في العالم دارت برنامج واحد ديال الدعم وخرجت من الفقر. راه خاص بزاف ديال البرامج مجتمعيه تكون كلها كتصب بالهدف واحد، وهذا الشيء خصو كامل يكون ضمن رؤيه اقتصاديه متكامله. خاص كاع السياسات والقرارات ديال الدوله توجه لخدمه هذا البرنامج باش تحقق واحد النسبه من النجاح وتخرج الناس من الفقر. راه ماشي شي حاجه صعيبه ولا خارقه للعاده. كاينه دول الاقتصاد ديالها مهلوك اكثر منا ونجحوا يخرجوا نسبه كبيره من شعبهم من الفقر. خذوا عندكم مثال حي، الاوروغواي سنه 2004. الاوروغواي كانت عندها نسبه ديال الفقر كبيره اكثر منا حنا المغرب. لعشاق لغه الارقام قيدوا عندكم شنو نقول لكم دابا. الاوروغواي سنه 2004 كانت عندهم 32% نسبه الفقر. قيد عندك 32% نسبة الفقر في 2004. سنة 2010 ولات عندهم نسبة الفقر 18%. في ظرف 6 سنين بان الفرق. باش وصلوا لهذا الشيء أول حاجة نهضوا بقطاع الصحة، حطوا برنامج شامل وكامل وقوي ديال التعليم، ركزوا بزاف على تأهيل الأسر الفقيرة اللي كانوا كيستافدوا من دعم نقدي. كان كدار لهم تدريب خاصة باش يعرفوا يخرجوا من الفقر ونجحوا. نجحوا بزاف ديال الاسر وحقوا المبتغى. دابا نخليو موضوع ديال الدعم والمواضيع اللي كتهم البلاد ونمشيو نهضروا على الحاجه اللي كنرتاح نهضر عليها انا، هي القضيه الفلسطينيه. موقع كشف باللي كاينه واحد اللقاءات سريه ما بين رئيس الوزراء الاماراتي عبد الله بن زايد مع وزراء امريكيين واسرائيليين. قال لك الهدف من هذه اللقاءات السريه اسرائيل بغات توظف الامارات باش تساعدها وديرها وسيط، بغات تبدل من المناهج التعليميه اللي كيقراوها التلاميذ في غزه. وهذه الخطه كيسميوها هما نزع التطرف من المناهج التعليميه. ايه قال لك سيدي بغاو يضمنوا باللي الجيل القادم من الاطفال ديال غزه يكبروا على قيم التسامح وتقبل الاخر. شفتوا شكون اللي كيهضر على التسامح؟ انا بعدا والله تحشمت، ما خلاو لي هاد الناس فين نهضر، ما خلاو لي ما نقول. نفس الهضره اللي تقالت في هذا الموقع قالها من ايام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قدام الكونغرس. With the help of regional partners, the demilitarization and de-radicalization of Gaza
can also lead to a future of security, prosperity and peace. That's my vision for Gaza. زيدكم ولا بركه زيدكم غا هادي وبركه عليكم. شوفوا هاد التدوينه، هاد التدوينه اللي كتظهر دابا على الشاشه ديال الاستاذ العلوم السياسيه عبد الخالق عبد الله، اللي كلشي كيقول عليه باللي هو مستشار محمد بن زايد رئيس دوله الامارات. قريتوا شنو قال في هاد التدوينه ولا نقراها عليكم انا بطريقتي؟ قال لك سيدي الا شدات الامارات اداره غزه غادي ترجعها في ظرف 10 سنوات مركز تجاري وسياحي عالمي. قال لك غادي تولي غزه فحال دبي. دابا هادو علي من كيكذبوا وعلي من كيضحكوا. حنا اللي كنعرفوا واللي متبعين واللي قرينا في التقارير باللي الامارات مسيطره على جزء كبير من ليبيا والسودان واليمن، علاش ما رديتوش ليبيا والسودان واليمن فحال دبي؟ كلشي كيقول باللي هادوك الدول مساكن اللي عايشين في خراب وحروب، الامارات هي سببهم. والهدف من هاد التنوعير ديال الامارات كامل كيديروا الفتنه وكيدعموا الانقلابات باش هما يبقاو حاكمين في الشرق الاوسط، يرجعوا قوه اقليميه كتحكم في الشرق الاوسط كيف ما بغاو، ولكن حشومه ماشي على ظهر خوتنا في فلسطين ولا على ظهر اطفال ديال غزه. حشومه تكونوا سبب في قهر الشعوب وتمنعوهم من المقاومه وتفرضوا على كل شيء طبع في حالكم ويكون في حالكم. ما عرفتش شكون كان كيقول باللي الامارات اللي كانت غير البارح قبله ديال المقاومه كان كيتستقبل فيها مؤسس حركه حماس. وشكون كان كيستقبل مؤسس حركه حماس؟ الشيخ ياسين حاكم الامارات، الشيخ زايد الاب ديال هادو اللي حاكمين دابا. كيف قلت لكم الامارات اللي كانت قبله ديال المقاومين رجعت دابا كدعم المحتل في السر والعلانيه. الامارات رجعت وجهه ديال المحتل، ماشي رجعوا غير حالف ديال اسرائيل الاستراتيجي، رجعوا مبنيين افكارهم والمعتقدات ديالهم. وبين هاد الصوره وهاد الصوره 22 سنة كانت كافيه باش يتغير كلشي. الناس ما بقاوش كيهضروا على اتفاقيه السلام، الناس دابا خرجوا لها طايطاي ولاو كيقولوا التعاون مع اسرائيل لقتل الابرياء. اماره بن زيد اعتقلت الالاف من المتعاطفين مع فلسطين، اغلبهم غير مقيمين من جنسيات مختلفه، كاين فيهم اللي تعرض للتعذيب وكاين اللي قاموا بالترحيل ديالو وكاين اللي اعتقلوه. هادشي كامل علاش؟ حيت ضامنوا مع خوتهم فلسطين. وما نساوش باللي الامارات ديما فاتحه ابوابها للجنود الاسرائيليين باش يجيو يدوزوا العطله عندهم وياخذوا قسط من الراحه من حربهم مع غزه. ودابا غادي نكون وصلت لنهايه هذا الفيديو اعمي، كان معكم داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي. الساعه السعيده ان نشوف امتنا العربيه قد اجتمعت لتضع خطوط تحرير فلسطين. اي ما تبى الهدايه، تبى بتنهب مثل السبع اللي يبى ياكل، بس ياكل شيء وبقي شيء للويبه الثاني وهذا رايح بطريقه. على اخوانكم يعتزون بعزتكم ويستهينون بهانتكم. الحمد لله. نعم. دولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، شكرا لك على اختيارك السلام. نحن لما قررنا هذا القرار كنا نطلع إلى تعاون أكبر من السلام